هنعمل اليوم كيب النية بزيت الزيتون كمان المحمرة، طريقة سهلة وسريعة، لأن من المقبلات الموجودة بسفرة رمضان. راح نشوف كيف نحصل على اللون الحلو لهي المحمرة بها مثل ما شايفين، كمان الكيب النية كيف نحصل عليها، وفينا نحفظهم بالبراد ليومين ثلاثة ما بيصيرن أي شي. المقادير عندي صغيرة لأنه يعد طبق من المقبلات، لهيك عملتلكن إياها بمقدار صغير اللي حابب ما يعمل كمية كبيرة. هنبتدي بالمحمرة مثل ما شايفين، هي المكونات. أنا رح أعمله بمحضرة الطعام، طبعا فيكن تعملوه بمحضرة الطعام أو بماكينة الكبة أو حتى على إيدكن، ما في أي مشكلة. بس بما إني عندي جوز أطحنه فاستخدمت محضرة الطعام، نستخدم نصف الجوز، ممكن جوز اختياري بقلب المحمرة بس بيعطي كتير نكهة ظريفة. إذا مو متوفر عندكم مو ضروري، والبقسماط ممكن تستخدموا بداله. الوصفة الأساسية بنستخدم الكعك، كعك بسمسم، بنطحنه بنستخدمه مع المحمرة. بس إذا مو متوفر استخدم بقسماط أو توست مطحون محمص بنطحنه كمان بيصير. لهيك أنا استخدمت بقسماط حتى يكون متوفر عندي الكل. بس أول شي رح أطحنهم سوا، إذا عندكم توست أو حتى سمن حمصو أي نوع بيصير، نطحنهم بصيروا ناعمين. بعدها بنضيف باقي المكونات عليهم، هنضيف المحمرة أو دبس فليفلي عفوا، والبن. البن كتير بيعطي نكهة طيبة بس ما منكتر شوي عشان ما يعطي مرار، والطحينة، معلقة السكر وكمون، كمان زيت الزيتون ودبس الرمان. المي بخليها بضيفها شوي شوي وأنا عم بخلط لحتى أوصل للقوام اللي بدي إياه. هلا هنخلطهم سوا هيك مجرد دقيقة مو أكتر، وببلش بضيف المي شوي شوي. أنا عندي هون ربع كوب، عم بضيف شوي شوي بحسب البقسماط أو رطوبة إذا استخدمت التوست أو الكعك عندكم، لهيك ما في مقدار معين للمي. بنضيف شوي شوي، هون أنا ما استخدمت كل الكوب، وصلت لهذا القوام اللي بدي إياه. ما بدنا اياها تكون كتير سميكة، وبنفس الوقت ممرية بحيث نقدر ناكلها مع قطعة الكبة. فالمي انتو بتضيفوها شوي شوي لتوصلوا للقوام الصح. وبس هيك صارت عندي جاهزة، فيني احفظها بعلبة وسكرها كتير منيح، احط على وشها زيت زيتون، تنحفظ معي بالبراد ما بيصير لأي شي لأكتر من يومين ثلاثة. هلا الكبة النية، الكبة النية كمان انا هون عاملة كوب رول، اذا حبيتوا ضعفوا المقادير. هلا بنشوف، اول شي عندي البرغل هنقعه بالمي، المي عندي اياها عادية ما لازم تكون سخنة. هذا البرغل اللي استخدمته هو البرغل الناعم اللي بنستخدمه للكبة العادية، بيصير الفاتح وبيصير لونه غامق او لعمقي. هضيف هون انا ضفت نص كوب مي عليه، ما نكتر مي لانه اذا كترت المي بنضطر نرجع نضيف برغل، بينما اذا احتجنا بنضيف مي ونحن عم نخلط الكبة. كمان الكبة ممكن نسويها بماكينة كبة أو بمحضر الطعام ما بتفرق، أو حتى ندعكها بالإيد كمان بيصير. نقعته حوالي نص ساعة لحتى يكسر عندي، وبرجع بكرر لا تكتروا مي. بنضيف هلا ونحن عم نخلط إذا احتجنا. طبعا بلشت بالمحمرة لحتى الباقي الماكينة البواقي إذا ضليت بمحضر الطعام بستخدمها مع الكبة، أما العكس ما بيصير. هيك ماما كانت تعمل. هلا أول شي حضيف البصل لوحده مشان تنعم كتير. البصل اختياري، فيكن تستخدموا بصل حجم صغير للكوب، إذا بتحبوا النكهة أقوى ممكن تستخدموا أكتر. بس حخلطها هيك مع بعضها شوي اللي نعمت عندي، رح أضيف باقي المكونات عليها. هضيف البرغل مثل ما حكيت لكم، المي بنضيفها هلا إذا احتجنا، أنا ما احتجت هلا رح تشوفوا كيف. أما إذا أنتوا عم تخلطوا أو عم تدعكوها بإيدكم وحسيتوا البرغل ناشف، فيكن تضيفوا شوي شوي مي على مهل ومي باردة تكون. هلا ضفتهم دبس الفليفل ودبس البندورة، كمان الملح، الملح ما نكتر لأنه دبس الفليفل والبندورة فيهم ملح. الكمون والسماء، أنا بضيف شوية سماء بحب أضيف له بس اختياري السماء مو أساسي. فليفلة حمراء، الفليفلة ممكن تضيفوها حلوة أو حادة حسب ما بتحبوا. دبس الرمان طبعا عشان يعطيها الحموضة الطيبة. وآخر شي الزيت، الزيت بضيفه بس بخلي فيه شوي آخر شي وقت التقديم، برجع بضيف له زيت شوي، هيك بتعطي نكهة فريش، تطلع نكهة طيب، خصوصا إذا بدي أحفظها بالبراد كمان تبقى عندي كذا يوم، فما بكتر الزيت من الأول، خلي شوي وبضيف كل ما بدي أقدمها بحط عليها شوي بدعكها بالزيت وبقدمها. وبس حخلطهم كلهم سوا. هلا بهالخطوة إذا حسيت البرغل ناشف بضيف مي، أنا هون حسيت عندي البرغل تمام ما اضطريت أضيف مي، لهيك استخدمت بس نص كوب. شايفين بس تبلش تجمع على بعضها خلص صارت عندي جاهزة. وبهالمرحلة فيكم تدوقوا الحمض والملح وتعدلوا إذا حبيتوا تضيفوا أي شي من المكونات. شوفوا كيف تماسكت، بس تتماسك هيك
خلاص، حتى إذا كنتوا عم تدعكوها بإيدكم بس توصل لهالقوام صارت تمام. وبس هيك خلصت الكبة النية والمحمرة. هلأ بنقدمهم، هنشوف هقدم لكم اياهم بشكلين، طريقتين مختلفين. الطريقة الشكل التقليدي اللي بنقرص فيها الكبة، وكمان طريقة تانية باستخدام قالب سيليكون. مثل ما حكيت نفس المحمرة فينا نحفظها بالبراد، كمان بنغطيها كتير منيح، بنحطها على وشها زيت زيتون بنغطيها وبنحفظها كمان يومين ثلاثة ما بيصير لها شي. بس وقت قد ما ندعكها بشوية زيت زيتون مشان تعطي نكهة فريش. وبس هيك صاروا عندي جاهزين. هاي الكميات المقادير اللي عملت، نص كوب دبس فليفلي اعطاني هاي الكمية من المحمرة، والكوب البرغل اعطاني الكمية الكبة النية اللي هيك عندي هون. شايفين هذا القالب الكبير بستخدمه احيانا اذا بدي احشي الكبة، بحشيها ممكن تحشوها بقدونس، مكسرات، اي شي بتحبوه. وهذا القالب الصغير كتير بطلع حلو، وكتير حجمه ظريف هيك قطعة صغيرة مباشرة، وبيعطي شكل حلو. ممكن تستخدم حتى قوالب معمول بلاستيك كمان، كتير بطلع ظريف فيها شكل الكبة. هذا الشكل التقليدي، بس باخد قطعة بضغط هيك بين الأصابع وبس بيطلع عليها شكل الأصابع. هذا الشكل التقليدي للكبة النية. المحمرة طبعا إذا تاني يوم حسيتوها سمكت كمان لأنه مو فيها بقسماط أو كعك، فممكن تضيفوا عليها كمان معلقة معلقتين مي، تحركوها كتير منيح وترجع للقوام الصح. وهيك الوصفة صارت عندي جاهزة. صحة وهنا. إذا طبقتوها وحبيتوها اكتبولي، بعتولي صور تطبيقاتكم إذا بتحبوا على الفيسبوك أو الانستجرام. وبشوفكم بوصفة جديدة.